التخصص، احنا التخصص الحالي عندنا دبلوم سنتين، وهذا الدبلوم ممكن يدخله شخص حامل شهادة ثانوية عامة بمعدل 60 فما فوق، وممكن يحصل على نفس التخصص يسموه دبلوم فني إذا كان غير ناجح في التوجيه. بس الغير ناجح في التوجيه لا يستطيع أن يجسر أو ينتقل إلى المرحلة الجامعية. هذا التخصص مهم جدا للسوق الأردني لأنه بخرج طلاب السوق الأردني بحاجة له، خاصة في الفنادق، وليس السوق الأردني فقط وأيضا السوق العالمي. لذلك أضيفت هذه السنتين إعطاء بكالوريوس بالتعاون مع جامعة مرموقة في اسمها جامعة لوزان في سويسرا، اللي احنا نعتمد برنامجهم، والشهادة اللي بتصدر للطلاب راح تكون موقعة من عنا ومن جامعة لوزان، وتبقى مستوى التعليم في هذه المؤسسة مستوى عالمي بحيث أن الطالب يجد عمل بأي مكان في العالم. تم اليوم الإعلان عن إطلاق برنامج جديد للأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وهو برنامج البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب. البرنامج سيشكل إضافة نوعية لبرامج الأكاديمية، وسيقوم بالبناء على برنامج الدبلوم في فنون الطهي من حيث إكساب الطالب المهارات اللازمة في مجال فنون الطهي، بالإضافة إلى المهارات الإدارية والأكاديمية التي سوف تفيده في بناء مستقبل أفضل وتطور وظيفي فعال.